بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد بإذن الله تعالى نور ماجد العبد الله من بلدة بزابور جبل الزاوية، وهو أحد عناصر لواء المجاهدين التابع لهلوية صخور الشام. استشهد في مدينة حلب. الشهيد نور ماجد عبد الله من لواء المجاهدين التابع لأمنية صخور الشام استشهد في مدينة حلب في 2/6/2013. تاريخ 2/6/2013.